الزميل خالد طلعت الإعلام الزملكاوي عمل إحصاء كامل لمين استفاد أكتر من وقائع الفار السنة دي، ده بالذات المرة دي خالد طلعت في الإهداء إلى الخواجة بيشو. نشوف الأهلي والزمالك قبل وبعد الفار. طيب بالزبط. الأهلي قبل الفار خد 6 ضربات، بعد الفار خد 6، يبقى تقريبا هو هو. طيب قبل الفار ما تحسبش عليه ولا ضربة جزاء، بعد ما طبقنا الفار في الدور الثاني اتحسب على النادي الأهلي 3 ضربات جزاء. تمام، فده بيدي مؤشر ان الفار شوية بقى خلى ان في ضربات جزاء تتحسب على النادي الفار الأهلي. بعد الفار في 4 حالات طرد. بالظبط، قبل الفار كان حالة طرد واحدة بس. العكس هنشوفه في الزمالك، الزمالك قبل الفار خد 5 ضربات جزاء، بعد الفار خد أكتر، خد ست. ضربات الجزاء عليه قبل الفار 3 أكتر، بعد الفار قلوا بقوا 2 بس. ايوه بس مش ده حالات الطرد للزمالك قبل الفار 3، بعد الفار بقوا طرد 1 بس. أيوة. فالفار بعد ما اتطبق النادي الاهلي استفاد، يعني الزمالك استفاد من الفار، استفاد أكتر؟ من الفار بشكل كبير. تمام، يعني سواء في ضربات الجزاء، في الطرد ليه، في الطرد عليه. تمام، الزمالك انا ده لا يعني لي اي شيء بالامانه، يعني الجدول الجاي ممكن يعنيك بقى. طيب الجدول الجاي ده بقى الملخص بتاع الموسم. ماشي. قبل الفار وبعد الفار. يلا، النادي الاهلي قبل الفار لعب 16 مباراة كلهم فوز. كسب 16 مباراة، مفيش تعادل، مفيش هزيمة، خد ال 48 نقطة كده زي ما نقول شافي متشافي، 100% من النقاط النادي الأهلي حصل عليها. تمام، الزمالك قبل الفار لعب 16 مباراة، كسب 9، تعادل 4، خسر 3، خد 31 نقطة فقط بنسبة نقاط 64%. تمام، طيب بعد ما الفار اتطبق في الدور الثاني أو قبل الدور الثاني بمباراة حصل إيه؟ النادي الأهلي اللي كان محقق 100% من النقاط، 18 لعب 18 مباراة كسب منهم 12 بس. لأنه حسم الدوري خلاص والموضوع بقى عادي. انت شايف كده ممكن يعني وفايلر مش مركز. طيب العكس يعني الاهلي بعد الفار بعد ما كانت نسبه نقاطه 100% بقت 76%. الزمالك العكس قبل الفار كان واخد 64% من النقاط، الزمالك بعد الفار خد 74% من النقاط. طيب الفرق بين الاهلي والزمالك بعد الفار من ساعه ما طبقنا الفار، الاهلي خد 41 نقطه، الزمالك خد 40 نقطه، فرق نقطه واحده بس بعد الفار. قبل الفار كان فرق 17 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماشي، فالفار ادى شويه قوة للزمالك، خلى الدوري فيه منافسة شوية، نزل نتائج النادي الأهلي. هاخد من آخر كلام، الفار ادى شوية قوة للزمالك وقلل نتائج الأهلي. وقلل نتائج الأهلي، طب نتائج الأهلي قبل الفار كانت إيه؟ كلها فوز بنتائج ثقيلة، لا يستطيع أحد شاكك في مباراة واحدة من اللي كسبهم النادي الأهلي. فأنت اتظلمت إزاي من الفار أو الفار أو يعني يا مستر باتشيكو يا صاحب التجارب العميقة في الكرة المصرية. بص يا خواجة بيشو، الزمالك في مباراة المصري في الدوري، المباراة انتهت الزمالك كسب 1-0، وأنا هنا ما بتعرضش لفوز الزمالك، ما الزمالك أكيد حقق ماتشات كتيرة، فوز عن جدارة وعن استحقاق، لكن إحنا بنتعرض للخواجة بيشو اللي ما بيقولش الحقيقة في الكلام الافتراء اللي قاله على الأهلي وبطولاته. في مباراة الزمالك والمصري، الزمالك كسب 1-0. تعرف يا خواجة بيشو في الماتش ده، لو افكرك الكابتن امين عمر حكم المباراة، ضربة جزاء احتسبها الغاها الفار. ضد الزمالك؟ ضد الزمالك. اه. الحكم احتسبها، الفار الغاها واكدها الكابتن احمد الشناوي خبير التحكيم. يا خواجة اللي بتشتكي من الفار الاهلاوي. شوف احمد الشناوي. شوفوا الإعادة بقى، هنقف هنا، الكورة بتتشاط وبعدين هترجع بقى نشوف الحالة. ما بيقع محمود علي يا كابتن. لا ما بيقعش، ما هو بيقع، هو بيقع ايده، الكورة جاية في انهي ايد، امبالانس خلاص. لا بس ايديه ايوه ماشي. يا كابتن القانون ادى ميزة لما اللاعب بيجي يسقط على الأرض، الإيد اللي هي سبورتر لو جت فيها اللي هي حامله جسمه لا يعاق. هي جايه في انهي ايد دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي في الحركه التصويريه دلوقتي. بص مكبرة. بص الايد، الايد بتروح فين؟ بص الايد حتى وهو بيقع. لا يا كابتن، لا ماليش دعوه، ايد دي ثانيه واقع على ايد ودي الايد الثانيه. لا يا كابتن، ايا كان خلاص، هنا الشكل ده بالايد ده بالشكل ده تبقى ركله جزاء، لمسه يد، هو مش لازم ركله جزاء. ها اترضيت يا خواجه ولا لا؟ دي واحده بس اللي جاي كتير بعد الفاصل.